السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 15 نصيحة لسفر بتكلفة قليلة جدا جدا جدا. طيب قبل ما ندخل في ال 15 نصيحة، بطلب منكم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. في البداية ال 15 نصيحة دي تحت 3 عناصر مهمين: طعام، سكن، تنقل. هنحلل العناصر دي ونجيب النصايح دي من تحتها، بحيث ان احنا نوصل في الاخر ل 15 نصيحه تعطينا او توفر لنا في التكلفه اثناء السفر. العنصر الاول اللي هنتكلم عليه هو الطعام. النصيحه الاولى: بلاش تاكل في مطاعم. يعني انت مش مسافر علشان تاكل في مطاعم، انت مسافر عشان تجرب. مش لازم تدخل في مطاعم، خصوصا لو انت متعرفهاش. ممكن تدخل تجرب في المطعم فجأة تتفاجئ ان الفاتورة عالية او التكلفة عالية. طيب نعمل ايه وانت مسافر؟ خد معاك معلبات، خد اكل مجمد بحيث انك تستخدمه هناك، وكده تكون انت وفرت في التكلفة. النصيحة التانية: لا تشتري مياه معبأة او مياه معدنية. ليه؟ بعض الدول الأوروبية تحديدا تقدر تشرب من خلال الحنفية أو السنبورة عادي. يعني أنت لو معاك إزازة تقدر تعبيها من الفندق أو الشارع وتشرب منها عادي. طبقا لمنظمة الصحة العالمية وبعض المواقع الأوروبية المختصة، بتقول إن في بعض الدول زي ألمانيا وإيطاليا وفنلندا وتشيك وأسبانيا والبرتغال والسويد واليونان وإنجلترا والنرويج، تقدر في البلاد دي تشرب مية عادي من الحنفية أو السنبور ومش هيحصل لك اي حاجة. وبكده يبقى احنا وفرنا المياه المعدنية، خصوصا ان المياه هناك غالية. النصيحة الثالثة: اشتري وجبات مجمدة. بعض الدول في شمال اسيا واوروبا بتوفر لك وجبات في السوبر ماركت، بحيث انك بتاخد الوجبة دي وتحطها في المايكرويف وتقدر تستفاد بيها. وكده يبقى انت وفرت فلوس اللي انت بتدفعها في المطاعم او من خلال الوجبات السريعة في الشوارع. النصيحة الرابعة: لو انت نزلت في هوستل، في بعض الاحيان بعض المقيمين اللي بيكونوا في الهوستل ده مشيوا وتركوا وجبات مغلفة وغير مستخدمة، وفي الحالة دي مالك الهوستل في الطبيعي ان هو بيحطها على طاولة لأي حد يقدر يستخدمها ومجانا. وبكده تكون انت وفرت برضو فلوس المطاعم والاكل السريع في الشوارع. كده يبقى احنا خلصنا الجزء المتعلق بالطعام، وهندخل في الجزء المتعلق بالمواصلات. طيب بالنسبة للمواصلات، القاعدة العامة في اوروبا مثلا بتقول ان المواصلات غالية جدا جدا جدا. طيب هنعمل ايه في الحالة دي؟ النصيحة الخامسة: استخدم هيتشويجي. يعني ايه هيتشويجي ده؟ ده عبارة عن إشارة تقدر تستخدمها في بعض الأماكن اللي هي تعمل كده. ولو أنت عملت كده وحد شافك على الطريق بياخدك معاه في طريقه بدون أدنى تكلفة. كل اللي عليك إنك تعمل كده، تمام؟ طيب في موقع اسمه hwiki.org، الموقع ده بيقول لك كل الأماكن اللي سهل قوي عليك إنك تلاقي اشخاص ياخدوك لو انت عملت العلامة دي، او العلامة دي معروفة عند الناس دي او في المناطق دي، وده انا هشرحه دلوقتي. روح على جوجل وتكتب hwiki.org. اوكي، فتح معاك الموقع بالشكل ده. مش يهمنا في الموقع ده غير حاجة واحدة بس، هي كلمة مابس اللي فوق دي، فوق على الشمال. بتدخل على مابس، بيفتح معاك خريطة بالشكل ده. الخريطة دي بتحدد لك كل المواقع والأماكن اللي من خلالها تقدر انك تركب مع حد بصورة مجانية. تختار البلد اللي انت فيها في الوقت الحالي وتعمل عليها زوم، هيبدأ يحدد لك المواقع اللي فيها الخدمة دي. تقدر برضو من خلال المواقع ده، لو انت وقفت في الموقع ده هتلاقي ناس كتيرة جدا ممكن تعرض عليك الخدمة وانت برضو تستفاد منها. وبكده تكون انت يعني تنقلت بين المدن بصورة مجانية وبدون أدنى تكلفة، وده هيوفر عليك جدا في رحلتك. النصيحة رقم 6: استخدم تطبيق او موقع جو يورو. الموقع ده من خلاله انك ممكن مثلا تدخل عليه تقول له انا عاوز ان انا اروح لاي بلد، وتحدد له البلد اللي انت فيها دلوقتي. والموقع ده وظيفته انه بيجيب لك ارخص وسيلة نقل تقدر تروح من خلالها للمكان ده. وبكده يبقى انت وفرت كتير جدا جدا جدا، مع العلم انك بتحدد له الوقت اللي انت عاوزه كمان.
بيقترح عليك طيران، بيقترح عليك بالقطار، بيقترح عليك باص. خلال الموقع ده بيدي لك بدائل كتير والتكلفة برضو قليلة، وده اللي انا برضو هشرحه دلوقتي. هنروح على جوجل ونكتب جويرو. ندخل على موقع جويرو. ده واجهة الموقع. واجهة الموقع سهلة وبسيطة جدا. طيب هنعمل ايه؟ هنا هتحدد له البلد اللي انت فيها وليكن مثلا باريس، وهتحدد له المكان اللي انت عاوز تروحه وليكن لندن، وبتحدد له الزمن اللي انت هتتحرك فيه. بيجي لك هنا خيارات لو انت حابب تروح ذهاب وعودة او انت شخص واحد. هنسيب الخيارات او هنتركها زي ما هي ونبدأ نقول له بحث. هنا الموقع هيبدأ يبحث لك عن انسب وسيلة التنقل او الارخص بالنسبة لك. طيب جايب لك هنا 3 اختيارات، اما تروح بالقطار وده هيكلفك 68 دولار، واما تروح بالباص وده هيكلفك 17 دولار، او انك تروح عن طريق الطيران ب50 دولار. طيب عن طريق الطيران اعطيلك خيارات كتير جدا ومواعيد كتير جدا وانت تختار منها. كل موعد بيعطيلك له سعره، وهكذا وهكذا. انت تبدأ انك تشوف الوقت اللي يناسبك وتبدأ تشوف السعر اللي يناسبك وهكذا. لو رحت عن طريق الباص برضو بيعطيلك خيارات لرحلات الباصات، وهنا بيعطيك الخريطة اللي هي عشان تحدد المسافة. طيب الخيار الأخير اللي هو عن طريق الطيران وهكذا، بيبدأ يديلك الوقت ويديلك السعر. طيب انت عاوز الرحلة دي، بتبدأ تدخل عليها هنا ويقولك الرحلة دي هتتحرك الساعة كذا وتوصل الساعة كذا، وتبدأ تديلك البدائل. في النهاية الموقع ده هيفيدك جدا 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 ويعطيلك أقل التنقلات سعر، وبكده انت برضو هتقدر توفر في رحلتك وتستمتع اكتر ان شاء الله. النصيحة رقم 7، قبل ما تسافر نزل تطبيق بلا بلا كار. التطبيق ده من خلاله ايه؟ اي واحد في البلد اللي انت رايحها عنده سيارة وبيكون هيروح بلد تانية، فبيدخل بيدور على اي حد يشاركه في البنزين تقريبا، يعني في البنزين. وانت برضو بتدخل على الموقع ده بتدور على حد رايح، بحيث ان انتوا الاتنين تلاقوا بعض وتركب معاه وتروح نفس البلد، وبيكون بتكلفة قليلة جدا جدا جدا، يعني من الآخر مشاركة في البنزين. طيب بنروح على جوجل وبنكتب بلا بلا كار، بيفتح معانا هو أول موقع ده. تدخل عليه، دي واجهة الموقع، واجهة سهلة جدا. أول حاجة بتكتب له إن أنت مكانك فين، وليكن باريس. عاوز تروح فين، وليكن مارسيليا مثلا. تحدد له التاريخ، تقول له وليكن 20 فبراير، وتقول له ابحث. هيبدأ هو دلوقتي يبحث لك عن الأشخاص اللي هم يقدروا يدولك الخدمة دي. طيب بيديلك هنا خيارات، كل واحد عارض سعر الخدمة بتاعته والوقت اللي هو هيتحرك منه. تمام، بتبدأ انت بقى تنزل بالقائمة تحت كده وتشوف الوقت اللي يناسبك والسعر اللي يناسبك، مع العلم ان كل شخص منهم حاطط صورته الشخصية. تمام، انت شوف السعر، طبعا الأسعار كلها متفاوتة. ده 71 وده 62 وده 56، وتبدأ تنزل كده هتلاقي الأسعار لغاية ما تشوف أقل سعر يناسبك وأفضل سعر ممكن تكون شايف ان هو يعني كويس معاك وهيوفر معاك. تمام، هي دي القائمة، وإن شاء الله تستفادوا بالموقع. هو موقع جميل جدا جدا. النصيحة رقم 8، حاول تمشي. انت رايح علشان تشوف بلد جديدة، مناظر جديدة، اشخاص جديدة، امشي. مش لازم تركب مواصلات عامة، وخصوصا انك لو مش عارف البلد دي او اول مرة تروح البلد دي، امشي اتحرك. النصيحة رقم 9، لا تركب تاكسي. دايما اي بلد بيبقى فيها سواق التاكسي بيعرف السائح او بيعرف الشخص الغريب على البلد وبيحاول يستغله، فبلاش تركب تاكسي. وفي حالات الطوارئ لو انت حابب انك تركب اي وسيلة خاصة، اعتمد على الشركات المتخصصة زي اوبر مثلا، بحيث انك في النهاية مش يضحك عليك.
قبل ما نقول النصيحة الجاية، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. النصيحة رقم 10، استأجروا سيارة لو انتم مجموعة. لو انتم مجموعة أشخاص استأجروا سيارة، وبكده مبلغ الإيجار هيتقسم عليكم، وكده مش هتحسوا انكم دفعتوا كتير في الموضوع. النصيحة رقم 11، استغل الدساكر المجمعة للمترو أو الباص أو أي وسيلة مواصلات. في بعض الدول مثلا ممكن يقولك تيكت المترو ب$3، ولو اشتريت مثلا تيكت على مدار اليوم، تيكت مثلا مجمع لجميع رحلات اليوم، ممكن يكون ب$7، وبكده انت ممكن توفر كتير جدا من الموضوع. بدل ما تشتري تيكت ب$3، ممكن تدفع $7 مقابل انك تركب طول اليوم بتكلفة اقل. كده احنا خلصنا الجزء المتعلق بالتنقل، وهندخل على الجزء المتعلق بالسكن. النصيحة رقم 12، استخدم تطبيق او موقع كاوتش سيرفينج. الموقع ده تزلج على الكنبات. يعني ايه؟ في بعض السكان المحليين بيسمحوا لك انك تنام عندهم يوم او 2 او 3، ولكن بالاتفاق مسبق. تدخل على الموقع بتاعهم وبتقدر تدور على اشخاص في البلد اللي انت رايحها وتكلمهم وتطلب منهم انهم يستضيفوك، ولهم حرية القبول او الرفض، ولكن ان شاء الله في قبول للموضوع. النصيحة رقم 13، استخدم الهوستل ولا تستخدم الهوتيل او الفندق. الهوستل عبارة عن انك بتستأجر سرير فقط، وبالتالي تكلفة الإقامة بتكون أقل. بتكون الهوستل عبارة عن مكان فيه مجموعة سراير مجموعة سراير، وأنت بتستأجر سرير واحد فقط، وبكده تكون أنت قضيت على مشكلة الإقامة بتكلفة قليلة جدا جدا جدا. النصيحة رقم 14، استخدم موقع Airbnb. الموقع ده من خلاله السكان المحليين بيكون عندهم غرفة فاضية، وبالتالي بيأجروها لأي شخص محتاج الإقامة في البلد دي. هم بيستفادوا بمبلغ قليل، وانت بتستفاد بإقامة، والأمور بتمشي. هندخل على جوجل ونكتب Airbnb، هيفتح معانا كده. نختار الموقع ده، واجهة الموقع. اول اختيار هنا بيقول لك انت عاوز تروح فين، او المكان اللي انت عاوز تسكن فيه. وليكن بتقول له موسكو، بتحدد له تاريخ الدخول، بتحدد له تاريخ الخروج، وتحدد له عدد الاشخاص ولو معاكم اطفال او لا. هنقول له لا، احنا شخص واحد، وبنبدأ نعمل سيرش. قول له هنا هوم، هيبدأ هنا يعطيلك اماكن وتختار منها. طيب احنا عاوزين نعمل فلتر للاماكن دي، او فلتر للسلب، بحيث ان احنا نقلل الاسعار. ندخل على هنا برايس، ونتحكم في هنا، نتحكم هنا في الحد الاقصى للسعر. وليكن نحط او يكون السقف بتاعنا، سقف السعر 150، والحد الادنى هو 38. وهنا بنبدأ نقول له اوكي، هيبدأ يعمل فلتر للاماكن، ويبدأ ينزل لك الاماكن اللي انت حابب يكون السعر بتاعها له سقف معين، اللي احنا قلنا عليه اللي هو 150. طيب هنا المكان ده بيقول لك ب68، وهنا المكان ده ب75، وهنا المكان ده ب72. تبدأ انت بقى تختار المكان اللي يناسبك، كمكان شكله كويس، او مكان صوره عجبتك، وفي نفس الوقت يكون سعره بالنسبة لك سعر كويس وبدون ادنى ضغط عليك. النصيحة رقم 15 والأخيرة، التطوع. وده أنا شرحته قبل كده في فيديو سابق، هسيبه في الدائرة اللي فوق، مش عارف هنا ولا هنا، ولكن أنا هسيبه عموما. ومن خلال التطوع ده، إن في شخص بيستضيفك وبتأدي له مهمة، وبتكون المهمة دي في الغالب سهلة جدا، مقابل إن هو يوفر لك السكن والطعام. وبكده نكون احنا خلصنا ال15 نصيحة، ومن خلال ال15 نصيحة دي ان شاء الله توفروا مبلغ كويس جدا. وقبل ما ننهي، بعطيكم تكات صغيرة كده برضو،
تحطوها في عين الاعتبار. لو انت طالب استغل بطاقة الطالب علشان هتوفر بشكل اكبر. استغلوا الدخول المجاني لبعض المزارات في اوروبا، ودول اوروبا دايما بيكون عندها اول احد من بداية كل شهر بيكون الدخول مجاني لبعض المزارات في اوروبا. وبلاش تدخل مكان انت مش عارفه او مش قرأت عنه، لازم تعرف تفاصيله كلها. بالاضافة انك نصيحة، استخدم الموسم المعكوس في السياحة، بمعنى انك لما تيجي تسافر ممكن تقول انا عاوز ان انا اسافر في فصل الصيف، وبالتالي تكلفة الفنادق بيبقى عليها اقبال فزحمة فتكلفة اعلى. اما لو انت رحت مثلا عكست الموسم ورحت في فصل الشتاء، فبالتالي الاقبال في الفنادق هيكون مش كبير، وبالتالي التكلفة هتكون مش كبيرة. وبكده ان شاء الله يبقى احنا كده خلصنا كل شيء، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع وكل واحد يحقق اللي بيتمناه. وفي النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.